أعظم القصص بيانا، قصص تشفي الصدور، حكم تخفي الجمانا، فيها للألباب نور، عبرة تهدي الزمان عن غياهب كل جور، إن بها القلب استعانا لاقى في الدنيا السرور، لاقى في الدنيا السرور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص كثيرة في القرآن الكريم، هذه القصص تنحو مناحي كثيرة في العطاءات، وتركز على كثير من زوايا البشرية، كثير من الزوايا الإنسانية التي تحتاجها الإنسانية إلى يوم القيامة. ولذلك القرآن الكريم كتاب متجدد، ويقدم من المشاريع والبرامج التي لها النجاح المطلق 100%، ولكن يحتاج أن يفهم هذا الكتاب العزيز كما ينبغي. واحدة من الأمور التي يذكرها القرآن الكريم هي مسألة النصيحة، وعلى لسان الأنبياء لشعوبهم لأممهم. النصيحة ما معناها؟ النصيحة هي الإخلاص في البيان، بعيد عن الغش، الإخلاص في المشورة. إذا أحد إجى عندي يستشيرني لابد أن أكون مخلصا في مشورتي له. إذا لا سمح الله أصبحت غير مخلص في المشورة، غير شفاف، حينئذ أنا أصبحت مصداقا من مصادق إبليس لما أقسم لنبي آدم وحواء بأنه يقسم أنه لهما من الناصحين، ولكن لم يكن كذلك، كان موجودا كذابا مخادعا خبيثا ماكرا، واستعمل القسم الإلهي، وهو أول قسم يستعمل القسم الإلهي بالكذب. النصيحة القرآنية التي تقدمها آيات القرآن الكريم على لسان الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام واقعا رائعة. لاحظوا وتأملوا جميعا، خلنا نتأمل مع بعض ونتدبر في هذه النصيحة النوحية للنبي نوح عليه السلام لقومه. قال تعالى: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية واقعا كثير ممكن نتوقف عندها ونستلهم من معانيها ونستنطقها بما ينفعنا في عالمنا وينفعنا في زماننا. القرآن الكريم هنا حينما يتحدث على لسان النبي نوح ويبين أنني أبلغكم رسالة ربي، ثم في نهاية المقطع من الآية الكريمة يقول: وأعلم من الله ما لا تعلمون. لماذا قال هذا الكلام؟ هل حقيقة أن الإنسان يعلم من الله ما لا يعلم البشر؟ ما مدخلية هذا العلم في صناعة الإنسان، في حضارة الإنسان؟ الإنسان يعتقد، وللأسف هذه من مناشئ غرور الإنسان، من مناشئ تكبر الإنسان، من مناشئ الاغترار بالنفس. حينما يتعلم الإنسان بعض العلوم ويعرف بعض الأمور يعتقد أنه هو العالم، يعتقد أنه هو قد فهم كل ملابسات الموضوع، ولكن الحقيقة هذا ليس كذلك، لأن هناك أمور الإنسان بما هو إنسان، البشر بما هو بشر، لا يستطيع الوصول إليها. تأملوا ماذا أقول، لا يستطيع الوصول إليها من تلقاء نفسه باستقلاله، ولذلك يبقى علمه ناقصاً. فإذا كان علمه ناقصا يريد أن ينتج مشروعا، يريد أن ينتج منتجا معينا في حياة الإنسان، يريد أن يقدم برنامجا للبشرية. فإذا كان علمه ناقصا
فلا شك أن ما سيخرج منه ماذا سيكون؟ حتما ناقص، أليس كذلك؟ طيب، هل يظل الإنسان هكذا؟ لا، الله تبارك وتعالى أرسل الأنبياء لاستكمال هذا النقص، لسد هذه الفجوة الموجودة عند البشر التي لا يمكن أن تسد إلا من قبل خالقها. لما؟ لأن الخالق لما أوجد هذا الوجود برمته، هذه وجدت في منظومة وجودية متكاملة، هذه المنظومة الوجودية مرتبطة بالمنظومة الاجتماعية، مرتبطة بالمنظومة الاقتصادية، مرتبطة بالمنظومة التربوية، مرتبطة بكل المنظومات التي تخترع من قبل البشر في إطارها التشريعي وفي إطارها القانوني، مرتبطة ارتباطا وثيقا ولا يمكن التجاوز هذا الارتباط. هذا الارتباط أيضا لا يدركه الإنسان. من الذي يستطيع أن يخبرنا؟ الأنبياء. والأنبياء لاحظوا لما تقول الآية الكريمة أبلغكم رسالة ربي، أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم، لاحظوا القرآن الكريم ليس في مقام إجبار الإنسان، ليس في مقام أن يقهر الإنسان على تعاليمه، وإنما هو في مقام النصيحة. إن أردت أن تستنصح مني أهلا وسهلا فيك، أنت اللي ربحان، أنا ما رح أخسر شيء، لكن إذا أنت ما تسمع النصيحة أنت رح تخسر يا عزيزي يا بشر يا إنسان، أنت رح تخسر. لما أقول لك مثلا يا أيها الإنسان السقف مثلا امتداده 5 أمتار، لا تمشي 6، لا تمشي 5.5، لكن هو هذه نصيحة، هو ما رح يأخذ من إيدك، لكن أنت لا على كيفك تريد تمشي أكثر من 5، من خسران، ذاك ينصحك لا تمشي، أنا خسران لأن إذا مشيت 5.5 رح أطيح إلى الأرض. تملتوا الآن المسألة؟ القرآن الكريم مع الأنبياء في مقام النصح والإرشاد وليس في مقام الجبر. طيب لماذا؟ ما الذي يعرف الأنبياء؟ يعرفون هذه التركيبة المنظومية منظومتية، التركيبة الوجودية في منظومتها المرتبطة بالمنظومة الاجتماعية، المرتبطة بالمنظومة الاجتماعية في كل مفرداتها في كل مجالاتها. ولذلك لا بد لنا، وذلك هذه حاجة مهمة، حاجة فطرية، حاجة من مقتضيات المنظومة الاجتماعية إلى الأنبياء، لا يمكن الاستغناء عنهم، والاستغناء عنهم كان أنا أستغني عن النصيحة حينما يقال لي لا تمشي أكثر من 5 أمتار على سطح الدار. النبي حينما يقدم هذه النصيحة يقدمها بجماليات، يقدمها بكثير من الجماليات التي تنتجها هذه السلوكيات الطيبة من الأنبياء بأخلاقيات عالية. ولذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحاب المنتجبين قدم بأحسن خلق ما عنده من تعاليم ومن إرشادات ومن نصائح. ولذلك القرآن الكريم حينما وصف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحاب المنتجبين وإنك لعلى خلق عظيم، لأنه حتى في أداء نصيحته، حتى في أداء في بيان معارفه إنما كان على خلق عظيم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للإتمار لما جاء به النبي الأكرم وما جاء به القرآن الكريم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم القصص بيانا، قصص تشفي الصدور، حكم تخفي الجمانا، فيها للألباب نور، عبرة تهدي الزمانا عن غياهب كل جور، إن بها القلب استعانا لاقى في الدنيا السرور، لاقى في الدنيا السرور.